اصلا انا خاي الماتش ديال فرنسا مبيور فهمتيني الماتش فيدراسيون خاي مافيا فهمتي صافي هذا هو البلان كنسوك على نتيجه المغرب كيفاش كان ما قاصحه علينا ما متقبليناش ما متقبليناش كاع كاع والو واخا بغينا ندوز على طرواز ايام بعدا فهمتي اخويا صافي وديما المغرب كنهدي الفرحه ديالنا ديال المغرب للعالم العربي الاسلامي والعالم ككل وانا تبعت المونديال من اول وحتى الاخير ولاحظت ان المنتخب المغربي ديالنا تقاتل وكان في المستوى عالمي زعما الحق انهم لعبوا مزيان والحمد لله وجابوا نتائج مشرفه للمغرب اولا والعالم العربي الاسلامي ثانيا وكذلك ان المنتخب المغربي جعل المغرب شحال ديال الدول ما كانتش كتعرفوا مزيان ولكن هاد الانجازات اللي حقق جعلت العالم كامل يعرف ان المنتخب بالفعل هم اسود. علاش ما غاديش يرضى المنتخب الوطني المغربي تبارك الله شرف العرب وشرف افارقه وهذا تتويج حد ذاته تتويج الحمد لله واخا رغم الاصابات بعض اللاعبين كاين تضرب صيص اكراد النزراوي اصابات اللي اثرت نوعا ما على المنتخب الوطني ولكن احنا ما نقصوش من قدرات اللاعبين الاخرين بحال اليميق اشرف داري تبارك الله لاعبين هما غاديين المستقبل ان شاء الله غيكونوا من القدام ان شاء الله لاعبين اللي في المستوى لاعب اليميق الفريق السابق لفريق اولمبيك خريبه من بعد فريق الرجاء البيضاوي ودابا في بلد الوليد ولاعب اشرف داري تبارك الله ماشي نقدروا هي الاصابات اللي اثروا نوعا ما على الفريق الوطني ولكن الحمد لله عندنا لاعبين شباب ان شاء الله في المستوى ان شاء الله غاديين يقولوا الكلمه ديالهم في 2024 في كاس افريقيا والحمد لله راه شرفوا العرب شرفوا افريقيا وهذا انجاز. هذا انجاز تاريخي برافو عليهم حنا راه ما انهزمناش بل انتصرنا. لأول مرة كنشوف المنتخب الوطني ديالنا يلعب بحال هاد الطريقة ولأول مرة نشوف الإطار الوطني بحال هاد الإطار الوطني اللي بغيناه يخدم بحال هاد الناس اللي بغيناهم يخدموا في المجالات ديالنا وديما مغرب وعاش الملك وحنا هنا كنرفع عليهم القبعة واللعابة ديالنا والإطار الوطني ديالنا برافو عليهم برافو عليهم. احنا الحمد لله مفتخرين بالفريق ديالنا من وصل لهاد المرحلة راه من 1986 ما شفناه وصل لهاد المرحلة وحنا والله الا مفتخرين بهم وفيف لو ماروك ديما مغرب. اولا برافو للكراكي وبرافو للوليدات ديالو واللعابة لانهم قاموا بواحد المجهود كبير ومن هاد المرات كنشكروهم على القتالية ديالهم. ما ننساوش بانه سبعة المقابلات المتتالية يعني راه ما كانت صعيبة بالنسبة للعابة لانه في واحد الريتم ممكن تنعرف بين بعض اللاعبين ماشي رسمي في الفرق ديالهم وهذا ماشي زعما بان المقابلتين الاخيرتين راه الدراري داروا مجهود كبير جبار في الميدان يعني الحمد لله تقاتلوا لعبوا الكره هي هذيك فيها انهزام فيها تعادل فيها تفوز والحمد لله تنشكروا اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها الحمد لله كسبنا فريق كسبنا وليدات الحمد لله المستقبل نفكروا الامام ما نرجعوش للوراء الحمد لله هذا تشريف الكره المغربيه يعني الامه العربيه والقاره الافريقيه باش نوصل يعني للمرتبه الرابعه راه ماشي في العالم يعني راه واحد شي حاجه هي كبيره الحمد لله. حنا اول حاجه هادشي عمرنا ما حلمناه حنا هاد الجينيراسيون الجديده ما عاشتش هادشي كامل يعني عطاونا واحد الحاجه اللي غنفتخروا بها من القدام سنين كثيره ان شاء الله بصح كنا كنحلموا اننا ناخذوا البرونزيه ونبقاو حتى الاخر ديال الماتش مي معليش الحمد لله ما شاء شنو هي قدر الله وما شاء فعل اهم حاجه اننا ربحنا ايكيب زوينه ربحنا جمهور بينا على القيم الاسلاميه وعلى كاع العادات ديالنا اللي زوينه بينا على الارتباط ديالنا بوالدينا باللي حنايا اهم من هذا الشيء كامل عطينا صوره زوينه على المغرب هذا هو اللي كنا الله يبارك. كاينش انتقادات لان المنتخب وصل الدومين فينال المرتبه الرابعه عالميا هاد الشيء هذا ما كناش كنتظروه كاع في المنتخب. بالنسبه للمغرب عطى شي حاجه زوينه فهمتي وفي نفس الوقت دار واحد الجد فهمتي يعني فوق طاقته حيت ديجا كانوا اللعاب ديجا مضروبين وعيانين ولكن الحمد لله على كل حال المرتبه الرابعه راه هي حاجه زوينه وحنا مفتخرين بزاف بهم. حد ما ساعدناش
وهادشي تيجي حتى من الماتش ديال فرنسا اثر على الدراري شويه وكانوا لعبوا حتى هما ولكن دوماج مع قد التحكيم كان شويه ناقص والدراري دخلوا ماشي ديموراليزيين ما مشتين ومونك عاوتاني عندنا اللعابه الاساسيين مهرسين معطوبين هذا هو السبب اللي جعل المغرب ما انتصرش اليوم والحمد لله خيره بغيرها